لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. كل يوم إن شاء الله تبارك تعالى بعض نقول عن العلامة الألباني رحمه الله تعالى في قضية العمل الجماعي. وهذه نقول لها أهمية كبيرة، حيث أن كثير من المنتسبين إلى الدعوة يظنون أن الشيخ الألباني رحمه الله يرى عدم مشروعية العمل الجماعي، مع أن هذا الأمر غير صحيح بالمرة. والشيخ الألباني خلاصة منهجه قبل أن نخوض في التفاصيل أنه يرى مشروعية العمل الجماعي، وإن كان البعض يصر على تفاصيل أكثر فنقول يرى مشروعية العمل الجماعي التنظيم، وأن لابد من نظام على أن يكون هذا تعاون على نشر منهج السلف. هذا منهجه، لكن يشدد جدا في ذم التحزب الذي هو كما يفسره بوضوح وجلاء في مناسبات متعددة، التحزب الذي هو التعصب على رأي الجماعة أو الطائفة أصابت أم أخطأ. والمثال الصارخ للتحزب عنده تحزب جماعة الإخوان ضد السلفيين، أو منع جماعة الإخوان أتباعهم من حضور دروسه رحمه الله كما سيأتي من ذلك. إذن لا معنى التحزب عنده التعصب على آراء الجماعة، أو لا سيما إذا كانت هذه الآراء شديدة المصادمة لمنهج الأنبياء، كما معلوم من الشيخ شديد التحفظ على قضية العمل السياسي. نحن نوافقه الرأي، وإن كان هو يعني موقفه في منع العمل السياسي أشد من موقف الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين، ويرى إن أيضا يعني التحزب إذا كان تحزب على رأي الجماعة وانتصر لها بالباطل ده التحزب عنده، أو التكتل على التكتلات السياسية التي يرى أنها انحراف عن منهج الأنبياء. وكما ذكرنا هذه المسألة في الجملة نحن نوافق الشيخ الألباني فيها، وإن كان بنثبت أن موقف الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين في قدر من الاختلاف عن موقف الشيخ الألباني رحمه الله في هذه القضية. الشيخ الألباني يرى جواز التعاون مع الجماعات الأخرى على ما هي عليه، إن كان الإنسان يستطيع أن يتعاون معهم في الحق فقط، ومثل لذلك بتعاونه هو مع جماعة الإخوان في سوريا، ثم تعاونه معهم في الأردن إلى أن امتنعهم عن دعوته إلى إلقاء المحاضرات عندهم، ثم منعوا أتباعهم من أن يحضروا له. الشيخ الألباني يرى مشروعية تعدد الجماعات إذا كانت منضبطة بمنهج السلف، ويقول أن الواجبات كثيرة لا تضيقها جماعة واحدة، ودي نقطة قد تخالف فيها الشيخ الألباني، لكن دي درجة يعني درجة أوسع، مش مجرد أنه بيرى العمل الجماعي، بل يرى مشروعية التعدد إن كان ناشئ عن تعاون، وإن كان ناشئ على الالتزام بمنهج السلف. ده ملخص منهج الشيخ الألباني في المسألة. هنا الناظر في كلام الشيخ الألباني لابد انه يراعي امر هام جدا، ان تراث الشيخ الألباني المكتوب معظمه في قضايا شرعية، كمسألة مثلا الاحكام الجنائز في صلاة النبي، مسائل فقهية ألف فيها بعض الرسائل، بالإضافة إلى كتاباته الحديثية المعروفة، مكتبته الحديثية العظيمة. المسائل الواقعية معظمها كانت فتاوى، ومعلوم هنا أن كل عالم له أسلوبه في الفتوى، وبالتالي لابد أن تستحضر أسلوب الشيخ الألباني في الإجابة، أنه هناك ملابسات موجودة في حال السائل من هو وعما يسأل، وده بيتضح جدا
لما تيجي تنقل الحوار تلاقي ان هو يقول ولكني اعلم انك سمعت الاخوان مثلا، ولكني اعلم عما تسأل، وهكذا. الامر يحتاج الى نوع من، اذا كنا عايزين ناخد موقفه، هذا في شأن اي عالم عايز تاخد موقف واضح له، بتحاول كلما استقصيت المواطن التي تكلم فيها عن المسألة كلما كان الأمر أقرب إلى أن تعرف مقصوده، لا سيما إن كان الأمر فتاوى، ولا سيما إن كان طبيعة المفتي استصحاب أحوال السائل وربما تذكر في ثناء الكلام أو لا تذكر. الأمر الآخر إن الشيخ الألباني أميل إلى سد الذرائع، ولذلك إذا سئل مثلا على سبيل المثال عن التنظيم إلا الإجابة فيها تفصيل، فربما استصحابا لحال السائل يقول له هذه البدعة الإخوانية، فإذا سئل يعني عن التفصيل فصل، وبالتالي دائما سواء عند الألباني أو عند غيره التفصيل يقضي على الإجمال. يعني إذا كان العالم له كلام مجمل وكلام مفصل فالمقدم هو المفصل. التراث الألباني في فتاوى عن الواقع المعاصر ككل وعن أمور كثيرة جدا، يعني هو في الفترة الطويلة التي استقر فيها في الأردن رحمه الله تعالى، وكان ممنوع من التدريس العام، فكان نشاطه العلمي بالإضافة إلى كتاباته هو مجالس فتوى تكون في بيته، يزور بعض طلبة العلم وربما جاء بعض المخالفين فسألوا في بعض المسائل، هذه كلها مجموعة في سلسلة تمت سلسلة الهدى والنور، وهي متداولة بفضل الله تبارك وتعالى حوالي 900 شريط فيها كلام الشيخ الألباني في مسائل كثيرة جدا، وبلا شك ان في امور متكررة يعني منها الا يعني اللي حاولنا من خلال في بعض الاخوة جزاهم الله خيرا عاملين فهرسة لهذه الشرائط، يعني حاولنا نشوف الشرائط اللي فيها تعلق بهذه المسألة فلقيناهم حوالي 90 شريط، قلنا الاخوة يفرغوهم ونقروها عليكم في الدرس النهاردة، فالاخوة اشفقوا عليكم يفرغوا بتاع 15 شريط بس هنقروهم ان شاء الله. يعني مع حذف المكرر ممكن يبقوا 3-4 يعني، فالحاصل ان هذا ملخص لبعض اشرطة الشيخ الألباني رحمه الله. في هذه الاشرطة مرقمة، ترقيم ده يعني دل تسجيل كان باسم الشيخ ومتداول في حياته وبعد وفاته، الارقام محدده تماما، الاسماء بعض الاشرطه نشرت باسماء، مثلا شريط حكاياتي مع الاخوان المسلمين السلفيه والتنظيم، يعني بعض الاشرطه اللي هنحيل اليها منتشره في الاسواق ببعض المسميات، لكن الاحاله هنا هتكون على الرقم الذي هو افضل. لا بعد الدرس ان شاء الله. نعم. نعم. يعتبر من المواطن اللي الشيخ فصل فيها الكلام بدرجة كبيرة الشريط رقم 651 و652. كان السائل ملخص الكلام، نقول الكلام مختصرا، بيسأل أن اتفضل قول السؤال، قول السؤال اتفضل. لا مفيش مشكلة. أنا أولا ما انت ماشي لو هتقعد هتسمع الاجابه ان شاء الله. الله الله. انا يعني هو اتاكد من انا اللي علام والله انا بحب الاخواني واحب الحق اكثر من هذا ومن ذاك. وهم
خلاص طول ما تلاقي الحاجة حق ساعد فيها هنا أو هنا. لقيت حاجة مخالفة للكتاب والسنة، لقيت موالاة للشيعة مثلا سكوت عن سب الصحابة شيء من موالاة للنصارى انكرها، لقيت دعوة لصلاة لصوم شارك فيها. الله يرحمه. هنا السائل كان بيقول للشيخ ان بعض الاخوة يمتنع من اطلاق لفظ سلفي على نفسه هروبا من تزكية النفس، فالشيخ مازحا يقول ان كان مذهبه ان هو اذا سئل هل انت مؤمن لا يجيب، فيبقى برضه لو اساله انت سلفي لا يجيب. ثم شرع في الإجابة على يعني مسمى السلفية، وهذا كلام متكرر كبير جدا في محاضرات الشيخ، الدفاع عن مسمى السلفية. هو بيحكي حكاية طريفة، بيقول إن هو أثناء تدريسه في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة أحد الطلبة من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين قال له لماذا أنتم تتسمون بالسلفية؟ يقول الشيخ فأجبته بإجابة بإجابتين، إحداهما جدلية والأخرى موضوعية. فأما الجدلية فقلت له نحن نتسمى بالسلفيين لأنكم تتسمون بالإخوان المسلمين، فارفعوا هذه نرفع تلك، ومع ذلك لو رفعتم أنتم ما رفعنا نحن. يعني أقول ده كان مجرد جدل، لماذا لو رفعوا هم لا يرفع السلفيين هذه التسمية؟ يقول إن الحالة المثلى أن يكون المسلمون على منهج واحد، وبالتالي يكفيهم تماما اسم الإسلام. وأما والحال ليس كذلك، في قضية غاية الأهمية البعض أحيانا يفترض حال مثالي ثم يسير وراء، دي طريقة من ينكر التسمية، وهي طريقة من ينكر العمل الجماعي بصفة عامة، دي إحدى المثالي، يفترض واقع مثالي جدا. ولكن لماذا تفرق الأمة ولماذا تحزب الأمة؟ الواقع يا ليت أن الأمة ليست متفرقة، فلا نحتاج لمسمى السلفية ولا غيره، نقول الإسلام. فإذا كان كلمة الإسلام كلمة تتمز الواحد عند الجميع لكفت. الشيخ يقول الآن أنت تقول الإسلام، نعم هذه الله ترك على سمانا المسلمين، ولكن الشيعة يقولون الإسلام، قال لا بل الدروز العلويين البهائيين القديانيين يقولون أنهم مسلمون. طيب ما هل أنت ترضى بمنهجهم؟ قال عند المخالف يكفر كثير من هذه الطوائف، طوائف متفق على تكفيرها كالدروز والبهائيين وغيرهم، طوائف مبتدعة كالشيعة وغيرهم، هل هؤلاء يقولون أنهم مسلمون؟ يقول إنه نظر أحد الناس في ذلك فقال له لا بأس نضيف قيد، قال هذا المناظر للشيخ نضيف قيد، قال له الشيخ وما هو؟ قال أقول أنا مسلم على الكتاب والسنة. قال وهل الشيعة إذا سألتهم هل أنت مسلم على الكتاب والسنة ينفي أم يثبت؟ قال يثبت بل يدعي أنه على الكتاب والسنة. قال إذن هذا القيد لم يحل الإشكال. قال المناظر نعم لم يحل. قال ما مخرج؟ قال ما رأيك لو وضعنا قيد آخر؟ نقول أنا مسلم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، إذا نحن خصصنا فهما للإسلام دون سائر الأفهام، نحن نرضى بهذا الفهم. قال المناظر لا بأس هذا قيد جيد. قال إذا أنت رجل عربي أنا رجل أعجمي، في لغة العرب أما يسوغ أن تحذف هذه الجملة الطويلة أنا مسلم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وأضع مكانها أنا سلفي؟ وهذه الأمر يعني هذه المناظرة وهذه الطريقة في الاحتجاج عموما حكاها الشيخ كثيرا جدا في أنه يستدل بها على لزوم التسمية بالسلفية تميزا عن المناهج البدعية. وده احد الاجزاء المهمة عند المخالفين، ان البعض ينكر التسمية ويقر لا يريد الا تسمية الاسلام. نقول له طيب نفس طريقة الشيخ الالباني، تفعنا
تثنيت وصف أهل السنة والجماعة، وهذا الأمر انتقد الشيخ الألباني أيضا في أكثر من موطن، منها مثلا الشريط رقم 792 في السلسلة اللي أشرنا إليها. وإن مسمى أهل السنة والجماعة لن يميزك عن الأشاعرة ولن يميزك عن المتروذية الذين ينتسبون إلى هذا الاسم. بل في العصر الحديث في ناس يعني من أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات وباب القدر، وليسوا أشاعرة ولا متروذية، ولكن يقولون سلفية المنهج عصرية المواجهة. وهؤلاء يعني يراهم الشيخ الألباني خصوم في هذه الجزئية، وهؤلاء يتسمون باسم أهل السنة والجماعة. إذن وجدت المناهج ثم وضعت الأسماء كعلم عليها. اللي بيفترض العكس إلغوا الأسماء والأمور تستقيم، هذا نوع من تطور في غاية التفاهة. المناهج موجودة وبالتالي لابد من وضع أعلام تدل عليه. بل إن حتى يعني الاتجاهات اللي رفضت أن تسمى سماها غيرها، وربما سموها بأسماء فيها لم أو أسماء لا يرضوها، لأن ما دام كيان موجود لابد أن يبقى له اسم، حتى ولو كان كيان مش متميز منهجيا. وأقول لك طيب إحنا نقعد داخل إطار أهل السنة والجماعة، إن كان الناس بالفعل كيان عضوي واحد فيسعهم اسم واحد، ولكن لو كان نفس المنهج مع التميز العضوي يبقى فتلاقي الناس التي لم تتسمى يقول الآخرون عنهم هؤلاء أتباع فلان، يغضبون يقول لك أنت لماذا جعلتنا أتباع فلان؟ طب إلا بتوع مسجد كذا، لو هكذا لابد من إيه؟ إن لم يكن اسم فستكون صفة تميز. هذا شيء في غاية الأهم. هنا كان هذه الإجابة على مسألة لزوم التسمية بالسلفية. ثم كان السؤال في نفس الشريط، أنا شريط ده معظم الأسئلة اللي فيه تخص موضوعنا، ولذا قدمناه بالكلام عن المذهبية. هذه ليست في صلب موضوعنا، ولكن أيضا من نافلة القول أن نبين أنه يشاع عن الشيخ الألباني إنكاره للمذاهب ورفضه للمذاهب، مع أن اللي بيقول كده لا يجد يعني وجه للجمع بين كده وبين ان هو خدم كتاب منار السبيل، وقال في مقدمة كتاب إرواء الغليل ان مذهب الحنابلة الذي هو اقرب المذاهب الى السنة لم يخدم خدمة حديثية جيدة، فاردت ان اخدم هذا المذهب. اذا الموقع كما ذكرنا كل عالم له طريقة معينة في المعالجة لابد من الاستصحاب. الشيخ الألباني شديد التركيز والتكرير على بدعة المذهبية. ماذا تعني بدعة المذهبية عنده؟ ليس مجرد التعلم على أيدي المذاهب، بل المذهبية عنده هي العصبية المذهبية. وده خلاصة إجابته هنا، إن المذهب إنما ينكر التعصب المذهبي ويقر بجواز التعلم على أيدي علماء المذاهب، وإن كان هو لا يرى أن هذه الطريقة المثلى. يعني هنا البعض بيحدث التعلم على كتب المذاهب اولا. الشيخ الألباني بيرى ان هذا امر لا بأس به، وان كان هو يفضل التفقه على فقه الكتاب والسنة اولا. ايضا من نافلة القول عن مشروعه على ذلك، فالألباني يرى من افضل كتب الفقه هو كتاب فقه السنة للشيخ تيمية السابق رحمه، على خلاف ما يظنه البعض نتيجة حب الشيخ الألباني في تعليقاته تمام المنة على فقه السنة. افترضوا ان الألباني نسف الكتاب تمام، الألباني بيرى ان ده كتاب فقه مناسب لسهولته واعتماده على الدليل وعدم تقيده بمذهب، وبالتالي بيرى ان هذا من انسب الكتب لتعلم الفقه، وان كان هو ينتقد عليه امور يعني بينها بما يرى. يبقى انا السؤال كان على التعصب المذهبي وكان على البيعة. بعد السؤال على التسمية السلفية كان في سؤال عن التعصب المذهبي وسؤال عن البيعة. خلص الشيخ الكلام على التعصب المذهبي
وكان في لفظ الإجابة هو ما ذكرنا. ثم جاء الإجابة على البيعة، قال البيعة الجواب. افرض يقول افرض حالك تاجر إذا ما كان في دين تتبايع معه بيصير في بيعة، هذا هو الواقع. يعني إذا المعنى اللغوي شامل قوي على أي بيعة تسأل، ده مقصود الشيخ من هنا. يقول أما ما يتعلق بالبيعة في الحديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، هذا حديث يجعل الأمة تتحزب على عماها ويجعلهم يبايعون من لا تجوز مبايعته، لأن معنى الحديث من مات وليس في عنقه بيعة أي هناك من يبايع، هناك من يبايع، وأنت تبقى رأس لحالك وتعيش مطارقا للجماعة تمت على هذه ميتة جاهلية. يبقى إذا البيعة الملزمة هنا في الحديث هي بيعة الإمام الذي من شروطه الشوكة والتمكين. فإذا وجد الإمام الممكن فمن مات ولم يبايعه وأراد أن يعيش رأس لحاله كما يعبر الشيخ فهذا يأثم. وأما أن يطبق هذا على الجماعات الإسلامية، يقول الشيخ وأما المسلمون كما تراهم متفرقون وأحزاب ومذاهب، ما ممكن تجد واحد تبايع أنت وإياه، هل هذا واضح؟ يبقى هنا الكلام إنكار الشيخ للبيعة هذا واضح مضطرب في كلامه، وإن كنا نقول إنه وضح مقصوده بالبيعة إنه بينكر البيعة كما تتم بجماعة الإخوان المسلمين مرة أخرى عندما يجعلون البيعة يقصدون بها بيعة الإمام، يجعلون بيعة التي يأخذونها في جماعتهم كبيعة الإمام. هل هو انتقض أصل العهد على الطاعات؟ لم يتعرض الشيخ لهذا، ومع ذلك نحن من باب درء المفسدة، ولأنه جماعة الإخوان كجماعة لها وجودها على الساحة وفرضت معنى البيعة عندها صار يطبق إلى الذهن المعنى الذي تقوله، نحن نرى المنع من البيعة حتى وإن فسرها أصحابها بأنها مجرد عهد على الطاعات نمنع منها درءا للمفسدة. طب لماذا لا نتبنى الموقف ما دمنا احنا بنقول بنمنع منها؟ طيب نمنع كما يمنع الاخرون، القضية الذي يتكلم لا يتكلم عن واقع نفسه، ودي قضية بغاية الاهمية. معظم اللي بيتكلم عن عدم مشروعية العمل الجماعي، نقولنا في الاخر بنسأل سؤال، انت ما دام في مسجد في جمعة وجماعة ما فيهاش موظف معين صار عمل جماعي، هات فرق بين ما تنكر وما تنكر، فتجد انه قد لا يملك فرق الا ان يقول كل ما افعله مشروع وما زاد عنه فهو ليس مشروع. البعض بيتكلم على واقعه اللي هو ارتأى ويحقق المصلحة فهو مشروع، والذي لم يرتأه ولم يحققه يبقى غير مشروع. لا، انت بتتكلم على العالم الاسلامي ككل، بتتكلم على يعني التشريع في كل زمان ومكان، بتثبت اصل الحكم اذا كان ممنوع الشيء ام مشروع ام جائز، واذا كان جائز ووجدت منه مفسده فقلنا نمتنع منه لاجل المفسده، كما سياتي كلام الشيخ الالباني على السريه. البعض يقول لك السريه غير مشروعه، لماذا هذا الاطلاق؟ نحن نقول السريه الان ضررها اكبر من العلنيه، ومن ثم فهي ممنوعة، يبقى كده كلام منضبط. لان عندك مثلا مسلمين في روسيا ما كانوا يطيقون، لا يمكن ان يحملوا مصحف الا بسرية، تقول لهم هذا حرام وهذا خروج على الحاكم الشيوعي مثلا، هذا امر في غاية العجب. فاذا تضبط كل مسألة بضابط. يعني هنا الشيخ تكلم على البيعة وهو كلام مضطرد في منعها بناء على ما ذكر، إن انهم بيعتبروها
بيعة كبيعة الإمام، يعتبرونها بيعة كبيعة الإمام. لو قالوا بغير ذلك بما قدمنا من كلام ابن تيمية قبل أن الأمر من المفترض أن يختلف الحكم، ولكن نحن ضرعا للمفسدة بنمتنع. هنا سائل هنا كما ذكرنا السطح بالحال ان الجالسين يسألون وكل انسان له قصة وله امتناء ويريد ان يسأل على ما يريد. هذا سائل سأل عن البيعة فكانت الاجابة النفي، فاحد الجالسين فهم ان ده نفي المشروعية جماعة الاخوان ككل، فسأل السؤال بصيغة اخرى يقول مسألة التنظيم كجماعة اسلامية ايش حكم التنظيم؟ فقط اريد دليل واحد من السنة الصحيحة على عدم مشروعية التنظيم، جزاك الله خير. هنا اضطر الشيخ الى التفصيل، عشان كده تقول التفصيل يزيل الاشكال. قال الشيخ بعد ان نفهم ما يجوز وما لا يجوز من التنظيم، ربما لا يرد سؤال، ربما يرد سؤالك او طلبك للدليل الواحد الذي ذكرت، وربما يسقط هذا الطلب اوتوماتيكيا. يعني اقول انا لما اقول لك التفصيل ممكن ما لا تحتاج هذا الدليل. اقول اولا ما هو المقصود بالتنظيم الذي جاء ذكره في السؤال؟ ان كان كذا فالجواب كذا، وان كان كذا فالجواب كذا. يقول لا شك ولا ريب عند احد انه لا يوجد عاقل ينكر التنظيم بصورة عامة في كل شيء. مش ممكن يوجد انسان عاقل مثلا اليوم المدارس الجامعات قائمة على التنظيم ولا شك. هل سمعت احدا ينكر هذا؟ لكن لابد انك سمعت ان هناك اناسا ينكرون التنظيم، قد اكون انا منهم. الالباني رحمه الله تكلم عن نفسه يقول اذا هذا نوع من التنظيم لا يدخل في كلية التنظيم. كلية التنظيم معترف بها بدليل هذا الواقع وهذه الامثلة الضخمة الواسعة، المدارس والكليات واعمال الدولة كلها قائمة على التنظيم، فلا يعقل احد ينكر مثل هذا. اذا ما هو التنظيم الذي يتوجه السؤال اليه؟ وانا اقول بلا شك طالما هناك تنظيم مع الاخوة معترف به كالمسابقات، يقول القضية اذا او الموضوع في تنظيم معين له مواصفات معينة. الذي افهمه انا من التنظيم تنظيم ليس له علاقة بتعليم المسلمين دينه. الذي افهمه اللي بيتكلم رده على التنظيم بالمنع، اقول له قد تكون سمعت عمن ينكر التنظيم وانا منهم. يقول الذي افهمه انا من التنظيم تنظيم ليس له علاقة بتعليم المسلمين دينهم، تنظيم ليس له علاقة بتربية المسلمين على العمل بالإسلام المصفى على كل ما دخل فيه على مر السنين إلى آخره. إذا هذا كله ليس هو التنظيم الذي نقصده. فما هو التنظيم الذي جاء ذكره في السؤال؟ تنظيم عمل سياسي لإقامة الدولة المسلمة. هات ما أنا أفهمه من التنظيم، هل هو هذا أم غيره؟ أنت بتسأل على أنه تنظيم، تنظيم عمل دعوي تربوي علمي أم تنظيم سياسي؟ قال السائل المقصود تنظيم جماعات إسلامية تعتقد بأنها تدعو إلى الكتاب وإلى السنة وإلى تنظيم أفرادها وتربيتهم على الكتاب والسنة، وربما في يكون في تطوراتهم يعتقدون في أنفسهم هذا الأمر اعتقادا جازما، وربما فضيلتكم تنكرون عليهم هذا لأنهم كانوا يقولون بأحاديث ضعيفة وما إلى ذلك. فالمقصود في التنظيم تنظيم كجماعات إسلامية تريد إعادة الدولة الإسلامية كما يزعمون. انظر كلام الشيخ، يقول قال الشيخ ما الفرق بين كلامك والخلاصة التي قدمتها لك؟ الشيخ ذكر خلاصة ان في تنظيم على تعلم العلم وعلى تعليم المسلمين وتربية المسلمين على الدين، وفي تنظيم سياسي. انت تسأل عن اي الحالين؟
فالسائل أعاد ذكر الكلام، فالشيخ قال هذا الذي ذكرته صار يعني كلام طويل بين الشيخ وبين هذا المناظر. كان حاصله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بتنظيم الناس، وإنما بدأ بتعليمهم التوحيد، إنما بدأ وأن هذا هو الذي يشرع أن يبنى التنظيم عليه، أن هذا هو الذي يشرع أن يبنى التنظيم عليه، بخلاف يعني تنظيم الاتجاهات الأخرى في جماعة الإخوان أو غيره. بعد حوار طويل بين الشيخ وبين السائل، ان الشيخ يريد ان يلزم السائل بان يعترف ان تنظيم جماعة الاخوان لا يعبأ بالعقيدة، ذكر له حال اخوان سوريا وحال اخوان الاردن. توجه الشيخ سؤال، قال سائر التنظيم الدعكة من تنظيم الاخوان المسلمين قد يكون يحتاج الى تفصيل، سائر التنظيمات الاخرى هل هي قائمة على قوله تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ هذا كان السؤال محل الدراسة بين الشيخ وبين الأخ، فانتهى الكلام على أن الشيخ يقول أن جماعة الإخوان وغيرهم تنظيمهم ليس قائما على يعني لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وضرب الشيخ مثال بجماعة التبليغ التي لها نشاط كبير ولكنهم لا يعتنون بالتوحيد. ثم ذكر أحد الحاضرين أن هناك من الإخوان منهم متعصبون حزبيون، وهناك منهم من يطلبون الدليل، فعلق الشيخ وقالوا أنا أعرف ذلك، وقد لما كنت في دمشق، هذا جزء مهم جدا من الحوار، لما كنت في دمشق كنت مع الإخوان المسلمين وكأنني واحد منهم. انظر الشيخ مع كل سلبه على الإخوان، يعني مش هنا يقول كنت كأنني واحد منهم، حيث يتوهم الجمهور كأنني واحد منهم، ذلك لأني كنت معهم أنتقل معهم في القرى والرحلات والمخيمات التي تكون في الجبال، كنا نقيم فيها الليالي ذوات العدد. فطبعا الكلام ده عند البعض بيعتبر قمة الانحراف، إن مجرد الناس زي ما عم الناس بيخرجوا إلى الشواطئ للنزهة المجردة، بل النزهة الممتلئة بالباطل، ان اهل الحق يخرجوا للنزهة المقصود منها التربية والتعليم على دين الله، فهذا يعتبر عند البعض قمة الخروج وقمة نقل البدع الاخوانية. لا، ده الشيخ الالباني اللي هو اكثر الناس حذرا من هذه البدع كان يخرج فيها، يقول لماذا؟ يقول لأني كنت أجد في ذلك متسعا لنقل الحق وتطبيق منهج التصفية والتربية من خلال هذه الفسحة التي كانوا يعطونني إياها. يقول وأنا كنت ولا أزال أقول أن جماعة الإخوان يهيئون أفرادهم لتقبل الدعوة السلفية، ولكنهم لا يستطيعون أن يطبقوها لأن منهجهم يقوم على ما يمكن تسميته بكتل ثم كتل ثم تقتل، بخلاف منهجنا نحن السلفيين الذي يقوم على ثقف ثم كتل، وهذا هو الخلاف. قال وكثير كلام ملخصه، وكبار شخصيات الإخوان في سوريا منهم عصام العطار، هذا أحد كبار جماعة الإخوان، كان يحضر دروس وهو سلفي العقيدة، ولكنه من حيث المنهج منهج منهج الإخوان المسلمين. يقول وكذا لما حضرت إلى الأردن
كان يحضرون في دروسي ولقاءاتي، وكان منهم الشيخ عبد الله عزام رحمه الله تعالى، إلى أن امتنعوا من دعوتي إلى المحاضرة في مراكزهم، ثم منعوا الناس من الحضور لدروسي. وقد قابلت الشيخ عبد الله عزام وسألته عن سبب هذه المقاطعة وهذا القرار بمقاطعة دروسي، فقال سحابة صيف وعم قريب تنقطع، ولكنها لم تنقطع وما زال المنع قائم، إلا أن أفرادهم يحضرون سرا. أنا مدام في بيع الإمام، ودينا الإمام الزائر بيجبر اللي تحت منه أن هم يعملوا سرا، فهذا مع لما هم خدوا بيعا من الناس أنه ما يتعلموش العلم إلا ممن يرضون عنه، فراحوا الناس سرا إلى الألباني وكان يقبلهم، أن كان ده طبعا بسيادة السرية اللي بيعنيها البخاري. يقول وإنما منعوا الناس من الحضور لأنهم يقولون دعوة الألباني تفرق، وهم يريدون التجميع. دعوة الألباني تفرق ده لأن دعوة إلى الحق تنفر المبتدعة، وهم يريدون التجميع للوصول إلى البرلمان. يقول ومع ذلك فما زلت أقول أنهم لو دعوني لأن أحاضر في مراكزهم لأجل. هنا علق معلق أن الأولى أن نسميها أحزاب إسلامية لا جماعات، لأن لفظ الجماعات يكرس الفرقة، ولفظ الأحزاب أقل وطئا. هنا هذا في عرف القائل، والا بالعكس كلمه احزاب وقعها عند الناس اشد. لكن الشيخ علق هنا بكلام في غايه الاهميه، قال ما حاصله كلام جيد ولكن لا اظن يساعدنا عليه الواقع. انظر الى الواقع القائم وتعامل معه. انت لو الغيت مشروعيه وجودك كدعوه سلفيه، الاخرين لن يلغوا مشروعيه وجودهم في المقابل، فتقول لي من اجل الاتفاق نلغي مشروعية وجودنا. لا، الباقي يرحبون جدا بهذا الغاء المشروعية، بينما هم يظل التحزب على الباطل موجود. انت بتقول يعني تأتي لمن يقول اننا متبوعنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له الغي نفسك والغي تحزبك مش على الجماعة، على السنة لما تتبين لك انها السنة. ثم ماذا يحصل؟ الآخرين لن يلتفتوا إلى هذا الكلام. الآخرين عندهم الألباني قاطعوا دروس، أصدروا فرمان، ما حدش يحضر الدروس، ما حضروش. ولعل الناس يعني تتطعن الاتجاهات الأخرى، يعني لن تلتفت مطلقا إلى أطروحات من يطرح هذا الطرح، إنما لن يكون لا هذا له أثر إلا على السلفيين. أقول شو الكلام جيد ولكن لا أظن يساعدنا عليه الواقع. كلمة الجماعات، الأحزاب، الفرق، كلها تؤدي نفس المعنى، وكلها فيها الحرج متى كان التحزب عليه. هنا تفصيل للسؤال عن البيعة التي يعني أجاب عليها الشيخ في السرد الذي ذكرناه إجابة مجملة، ثم التقط أحد السائلين الخيط فسأل عن التنظيم، فكان هذه الإجابة المفصلة يعني الفتوى التي مرت فيها تفصيل لقضية لماذا نتسمى بالسلفيين، تفصيل لقضية التنظيم، تأكيد لكلام تردد كثير على لسان الشيخ من إنكار البيع. ايضا ده موجود في الشريط رقم 371 و372، حيث كان السائل يسأل عمن يقولون بالإمارة بالجواز على إمارة بالقياس على إمارة الظفر وحديث المؤمنون عند شروطهم وبوجوب النذر، قال وجوب الطاعة في البيعة بناء على وجوب النذر. الشيخ قال ان هؤلاء ليس عندهم علم لكي يقيسوا اصلا، ليس عندهم علم
لكي يقيس أطراف. ثم يقول انظر إلى معنى البيعة عند السيد، يقول ونحن نقول لقد جرى المسلمون في العهد الأول على البيعة الشرعية، هي بيعة الخليفة الممكن، ثم مع الأسف تفرق المسلمون فيما بعد إلى دويلات تشبه دويلاتنا القائمة الآن، ولو أنها تكون أقل عددا أو أوسع دائرة، وما أحد من هذه الدول سلك سبيل هذه الجماعات والأحزاب ليسوغوا هذا التفرق الذي كان قائما بين الدول الإسلامية، وذلك لأنهم كانوا لا يزالون على شيء من العلم. يعني الشيخ يرى أن لو في إمارة اللي احنا كنا ذكرناها في شهور الزمان عن إمام، وأن لو في أمير تولى وصار له شوكة في مكان تجب طاعته، ولكن الشيخ يرى أنه ليس له بيعة، ليس هو الإمام الإيه؟ العام. فإذا إنكاروا للبيعة إنكار واسع جدا، لا ينبغي أن هو يتكف تكأ في إنكار العمل الجماعي، لا ده هو بيقول أن البيعة اللي الحديث ذكرها هي بيعة الإمام العام، هي ديت ولا نذكر غيرها، وذكر غيرها يكون من باب البدع. وقال أن الدويلات الإسلامية في لما تفرقت لم يدعي لأحد منهم أنه الإمام الذي ينبغي أن يكون له في عنق الناس بيعة. فهنا برضو كالعادة السائل بيسأل على البيعة، بينفي البيعة، فأحد السائلين يوم يسأل السؤال بصيغة أخرى لأنه سيفهم من نفي البيعة نفي إيه؟ كل ما وراءها، يعني تكرار لنفس الحوار مع اختلاف المجال، وهذا أمر لابد من الانتباه إليه. فأحد السائلين بعد ما الشيخ أفاض في أن هذه البيعة ادعاء لشيء بغير حق ولم تدعه الإمارات الإسلامية في حال غياب الخلافة، فكيف تدعيها هذه الجماعات الغير ممكنة؟ فسأل يقول أقول الجماعة هذه تنشئ لها مدارس وتحدد دروس وتوجيهات ومواعظ في بعض المساجد، ألا يحق لهم أن يكون لهم أمير يطيعونه في تنفيذ هذه البرامج، مثلا في وضع جدول في المدارس فلان يعطي مادة الحديث، فلان يعطي مادة الفقه، فلان يعطي مادة التفسير، ألا يحق لهذا الأمير أن يطاع في هذه الأشياء؟ أجاب الشيخ، يقول جوابي على هذا السؤال بارك الله فيك، لو قامت شركة في عمل دنيوي هل تقوم قائمة الشركة إلا برئيس الشركة؟ أولى من هذا هذا، ولكن المشكلة أنه لا يجوز لنا أن نعطي لهذا الرئيس ما أعطاه الشرع للخليفة الأكبر. يبقى هي دي القضية عن الشيخ الألباني تمام. يقول أحد الإخوة كما ذكرنا كل واحد يسأل بصورة معينة، فالسؤال يقول وجوب الطاعة وهم يقولون أن هذا الأمير يجب طاعته وإن لم تطعه تأثم حتى في أمر المستحب، قد يكون الأمر الذي يأمرنا به مستحب وقد يكون مباح فيأمرنا به. يقول الشيخ هذا الذي نخشاه وهذا الذي أشرت إليه آنفا، بشرط ألا نعطي لهذا الأمير أحكام الأمير الأكبر. أنت الآن جئت بمثال، المثال على ما ذكر الشيخ، الخليفة المسلم إذا أمر المسلمين بشيء وكان مستحبا أن يتركوه وجب عليهم الطاعة، أما هنا ليس الأمر كذلك. السائل يقول تجويد الشيخ لتعدد الجماعات الإسلامية هل هذا يفتح باب للطريق أو إلى سلوك طريق الحزبية؟ الشيخ الجواب لا، يبقى الجماعات حاجة والإيه؟ والحزبية حاجة. قال لأنني ومع إن إحنا قد نختلف مع الشيخ، لماذا لو احنا افترضنا معنا الجماعات المنحرفة عن منهج السلف الخلاف معها منهج، طب اذا كان تصور وجود عدة جماعات
على منهج السلف، لماذا نتركها؟ أليس الأولى السعي إلى الوحدة؟ دي مسألة أخرى يعني، وإن كان رأي الشيخ ليس كذلك من باب أنه ممكن كل جماعة تخطط في أحد الجوانب. يقول: لأنني ضربت لذلك مثلا واضحا بينا وقلت يحكم على الجماعات مثل ما يحكم على الأفراد، فقلنا فلان تخصصه في التفسير، الثاني في الحديث، وعد ما شئ من التخصصات في مختلف العلوم سواء ما كان منها شرعيا او ما كان منها ماديا صناعيا او ما شابه ذلك. هذه التخصصات هي من الواجبات الكفائية، اذا قام بها البعض سقط عن الباقين. اذا قلنا بهذا بحق الافراد، هل هذا يفتح باب التحزب؟ هذا محدث فله جماعة يخاطبون جماعة المفسرين الذي له جماعة، وطبعا هذا يخالف الاسلام. يبقى اذا التحزب ده متطور حتى في ابعد الصور، ده كلام متين جدا من الشيخ الالباني. لماذا تجعل التحزب قرين الجماعات؟ ما التحزب موجود في الافراد. يبقى اذا العمل الفردي لا يحل التحزب، بل احنا بنقول ايه؟ بيزوده، لان العمل الجماعي فيه كفاءات متنوعه، فيه قيادات متنوعه، فيتوزع الولاء. طب انت ليه بقيت بتقول ده وده 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 للمنهج؟ صعب مع تنوع وجود الكفاءات، بخلاف اتباع الشيخ فلان يقلدون الشيخ فلان حتى في عطفه وضحكه ومزاحه وهكذا، ده شيء مشاهد. الحاصل دعك من هذا الكلام، الشيخ بيقوله كلام في غايه الوضوح. التحزب متطور في الفرديه ومتطور في الايه؟ في الجماعيه، فلا تجعل هذا لازما لذلك. قال: اذا كان لو ان جاء تلاميذ المحدث تعصبوا ضد تلاميذ المفسر، يقول هذا طبعا يخالف الاسلام، لكن على المسلمين ان يستفيدوا من المتخصصين في التفسير كما يستفيدوا من المتخصصين في الحديث كما يستفيدوا من المتخصصين في الاقتصاد في السياسه. فاذا كان تجمعهم كلهم الاستفاده من كل متخصص دون تباغض ودون تباعد، لأن كلهم على كلمة سواء، أنت سمعت هذا الكلام آنفا وقلت بأن هذا الحكم الذي ذكرناه بالنسبة للأفراد هو حق لا ريب فيه، ينقل إلى الجماعات الآن كتوضيح لصورة التكتل. جماعة من الأفراد شكلوا لجنة في التفسير، جماعة من المشتغلين بالحديث شكلوا لجنة من المحدثين، وعلى هذا قصة بقية التخصصات. هل هذا يكون مخالفا للشرع أم موافقا له؟ ما داموا جميعا لا يخرجون عن المنهج العلمي الصحيح، الكتاب والسنه وما كان عليه السلف الصالح. اضف الى هنا الان هو عمال ياخذ صوره مبسطه ويضيف اليها، هل الاضافه دي ما هو لازم تيجي عند نقطه معينه وتقول وجد فرق مؤثر والا يلزمك انك تفرض الايه؟ القياس. طيب اضفنا الان اللجان التي سميناها بلجان، وعادة تكون مؤلفة من 15 20 عضو، الآن نوسع الدائرة على أكثر مما نتصور. هذه اللجنة مؤلفة من الألوف المؤلفة، هل اختلف الأمر عن الأفراد أو عن هذا في الحديث وهذا في التفسير، أو لجنة كما سميناها هل اختلفت عن ألوف مؤلفة ما دام كلهم يعيشون تحت نظام واحد ومنهج واحد؟ الجواب لا. ما يترتب من وراء هذا ما خشيته من التحزب والتكتل، لأنه إذا دخل التحزب والتكتل لا فرق حينئذ بين الجمعيات وبين اللجان وبين الأفراد. إذا القضية في غاية الوضوح على ما ذكر. ننتقل الآن لتعليق الشيخ على حديث حذيفة: فاعتزل تلك الفرق كلها. في الواقع أن الحديث سوف نفرده بالكلام إن شاء الله تبارك وتعالى، وخلاصة الكلام في هذا الحديث أن بعض العلماء يرى أن فاعتزل تلك الفرق كلها عائدة على الدعاء على أبواب جهنم، منهم النووي في شرح صحيح مسلم، ومنهم ابن بطال كما حكاه عنه ابن حجر في فتح الباب، ومنهم من المعاصرين العلامة ابن باز كان نقلنا عنه آنفا من كلامه في نفي في رفض
إطلاق هذا الوصف على الجماعات الإسلامية، وتأكيده أن هذا الوصف إنما يطلق على العلمانيين والقوميين، كما بيّن ذلك في رسالة نقد القومية العربية، فقال أن هؤلاء كلهم ينطبق عليهم وصف الدعاء على أبواب جهنم. بعض العلماء يرى أن هذا الحديث ينطبق، أو فاعتذر تلك الفرقة كلها أن الأمة متى تنازعت الإمارة وكانوا أحزابا فلا تدخل في طاعة أحد حتى يبايع ويصير ممكنا، وده كلام الإمام ابن جرير، وده كلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وعلى أي حال هذا لا متعلق له البتة بقضيتنا. الشيخ الألباني قال بعد أسئلة طويلة في آخر جزء من شريط رقم 760، يقول أما حديث حذيفة فله فاعتذر تلك الفرقة كلها، هذا الحديث له علاقة بواقعنا الحاضر تماما، أي إذا تفرق المسلمون شيعا وأحزابا وتكتلات كل يتحزب لجماعته وحزبه، فلا يجوز للمسلم والحالة هكذا أن ينطوي إلى فرقة من هذه الفرق إلا فرقة واحدة إذا وجدت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا في انه يعتزل المنكر اللي عندهم اذا تحزبوا
كل جماعة تحذبت لنفسها. طيب هل الشيخ الألباني وتلامذته مثلا جماعة يتحذبون لأنفسهم أو إنما تحذب للحق؟ إذا هنا في مسألة مختلفة، تطور وجود من يتحذب للحق ولا يتحذب لنفسه موجود، أو ليعتزل تلك الفرق كلها إذا كانوا متحذبين إيه؟ لأنفسهم. ويعتزل ماذا؟ التحذب الذي عندهم كما تبين ومضى وتيان بعض النقول أخرى من طريقاته رحمه الله من التعاون حتى مع من كانوا موغلين في هذه الحزبية. هذا كلام وطريقة الشيخ في فهم الحديث، والأمر فيه خلاف واسع، ونحن نميل أكثر إلى أن فاعتزل تلك الفرق كلها من الدعاء على أبواب جهنم، لأن البعض يقول الإشارة يعني تلك للبعيد، ونحن لا نرى وجه للكلام على الإشارة للبعيد ولا للقريب. لم يذكر في الحديث إلا صنف واحد من الناس في هذه الجزئية، قال دعاء على أبواب جهنم تعرف منهم وتنكر. قال فماذا دعاء على أبواب جهنم من أجابهم إليها طبقوه فيه؟ قال فماذا تأمرني إن أدركتهم؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وإذا ما فيش غير دعاء على أبواب جهنم هو حتى الآن، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ إذا ممكن الفرق الدعاء على أبواب جهنم دول يوجد حال وجود جماعة أو حال وجود إمام أو حال وجود الاثنين، فتعتصم بالجماعة والإمام اللي هم على الحق. فإلا قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، السؤال مش على صنف جديد من الناس، السؤال على ما زال الدعاء على أبواب جهنم، ولكن دول يتصور وجودهم حال وجود الجماعة والإمام، فتلجأ وتعتصم بالجماعة والإمام تتعاون معهم على الحق. قال أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها. يبقى ذا اللي يعود عليهم. لكن عموما لا إشكال إن الشيخ الألباني يرى إن ده إن ما إذا وجدت الأحزاب والتعصبات انطبق عليها هذا الحديث، لكن لا تنفرد في الجبال. أول حديث قال ولو أن تعض على أرض شطرة، يعني هذا قد يستشكل على من قال إن هو ليس اعتزالا تاما. يبقى أين عموما ما فيش حد أبدا حيقول لإنسان يبقى في مجتمع في دعاء على أبواب جهنم ثم يعتزل الدعاء إلى الحق، دي لا يمكن تطورها بتاتا. فإما أصلا يبقى الحديث في تأويله في آخر الزمان لما يبقى في دعاء على أبواب جهنم بلا دعاء إلى الحق، فيفر الإنسان إلى الزبال وإلى يعني يفر بدينه، وهذا هو الأظهر. وإما أن يكون تأويله كما ذكر الشيخ هنا، ولكن تجتنب الباطل الذي عندهم. هذا خلاص الكلام في الحديث، ولعلنا نعود إليه مرة ثانية، ولكن أردنا أن ننبه أن كلام الشيخ الألباني على هذا الحديث واعتبار إن هو تأويله على وجود الحزبية والتعصب الموجود عند البعض ليس معناه إنكار مشروعية الدعوة بدون حزبية ولا تعصب، ولا حتى إنكار مشروعية التعاون مع هؤلاء الذي عندهم حزبية أو تعصب أو غيرها. يعني ما زال هناك بعض نقول الهامة لتوضيح موقف الشيخ الألباني رحمه الله، نستكملها بعد الصلاة إن شاء الله. Thank you.